وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من العاصمة أبوظبي الأستاذة حصة رشيد، المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة الإمارات التعليم المدرسي. مرحبا أستاذة حصة. بداية، كيف تستعد المؤسسة لعودة الطلبة للمدارس الحكومية؟ بداية نشكركم على الاستضافة ونقدر دعمكم الدائم لمسيرة التعليم في الدولة. حاليا وضمن حملة الاستعداد، نحن نتطلع لاستقبال طلبتنا في المدارس الحكومية فوريا بإذن الله الأحد الموافق 29 أغسطس، متخذين طبعا جميع التدابير الاحترازية والوقائية من البروتوكول الخاص بعودة الطلبة فوريا نضمن سلامه ابنائنا الطلبه وكوادرنا العامله في الميدان التربوي. وتم تزويد يعني خلال هذه الفتره ادارات المدارس بادله العوده الامنه للمدارس، وتم توزيعها على جميع المدارس بجميع حلقاتها وكذلك رياض الاطفال، وهي موجوده ايضا على موقع مؤسسه الامارات للتعليم. طبعا نبدا دائما من الادارات المتابعه الدوريه للتحديثات الصادره عنا وايضا عن الجهات الرسميه الخاصه. نعم، ماذا عن سيناريوهات التعلم مع العودة للمدارس؟ نعم، وضعنا طبعا خطة متكاملة بالتنسيق المباشر مع مديري المدارس الحكومية، تتضمن سيناريوهات مفصلة مرتبطة بكل مدرسة على حدة. تشمل هذه السيناريوهات استقبال المدارس لطلبتها بواقع 100% حضوريا. طبعا تتنوع طرق التعليم خلال أيام المدرسة بين التعليم الواقعي الحضوري في القاعة الصفية وكذلك التعليم المتزامن لمجموعتين، مجموعة حضورية ومجموعة التعلم عن بعد وأخيرا التعليم عن بعد. نعم. طبعا هنا نذكر بإمكانية اختيار أولياء الأمور لأبنائهم التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد، كما يعني لديهم الحرية بتغيير نوع التعليم بالتنسيق طبعا مع إدارة المدرسة بمدة كافية. جميع التفاصيل طبعا على الدليل الخاص بتصميم اليوم الدراسي على موقع مؤسسة الإمارات للتعليم، حيث يحتوي كذلك على تعهد لولي الأمر يتضمن على أدواره وواجباته وكذلك أدوار وواجبات المدرسة. طبعا في هذا الأمر أيضا تولي المؤسسة وفرقها المختلفة ومدراء مدارسنا عناية خاصة باستقبال طلبة رياض الأطفال، لأنهم سوف يعيشوا التعليم الواقعي لأول مرة سواء المصر الأول أو الثاني، ولدينا خطة متكاملة بذلك. نعم، أستاذة حصة، ماذا عن دور أولياء الأمور في تعزيز الوعي لدى أبنائهم للعام الدراسي الجديد؟ طبعا هم شركائنا وركن أساسي في نجاح هذه العودة. طبعا لولي الأمر دور مهم في عملية العودة الحضورية، ومن المهم أيضا ضمان التنسيق المستمر بينهم وبين إدارات المدارس وتوفير البيئة المشجعة وموارد التعلم المناسبة في المنزل ومتابعة أبنائهم. نعم. من هنا يعني إن كانت من كلمة كل الشكر، يعني نفي شكرنا للقيادة الرشيدة والشركاء على دعم قطاع التعليم، كذلك طبعا أولياء الأمور لهم دور كبير جدا. هنا جميعنا نتكاتف بكل جهودنا وجميع أعضاء المجتمع التربوي يدا بيد من أجل عودة أبنائنا الطلبة إلى التعليم الحضوري بأمن ويسر، ونتمنى دائما أن يكون عاما دراسيا مليئا بالأمن والسلام والعطاء والتميز بإذن الله تعالى للجميع. بإذن الله. الأستاذة حصة رشيد، المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، شكرا جزيلا لكم.